عندنا خبر كمان اكيد هتحبه معه طبعا، متعلق بالكلب بيلي، وهو مزيج من نوعين، السلوكي الايطالي والشيواوا. بدا مشاركه صور ازيائه على موقع تبادل صور انستغرام في ديسمبر سنه 2019، ووصل عدد متابعيه دلوقتي لاكثر من 96 ألف متابع. 96 ألف بني آدم بيتابعوا كلب. بس انتوا مش اي كلب يا جماعه، ده قمر ومقطقط ومتدلع وبيلبس، بيحب الازياء، بس هو بيحب اللبس كمان، يعني هو متعاون. بيلي بيحب يلبس الوان مختلفه والوان جريئه، وبيفضل كمان الملابس اخر صيحات الموضه زي ما انتم شايفين في الصور. وده كمان يخلينا نروح لنقطه تانية مهمه جدا، وبرده الصور دي او الفوتو سيشن لبيلي دي رساله برضو ضمنيه، وبتقول تاني ان القطط والكلاب غير ناقلة لفيروس كورونا، ويمكن الموضوع ده اتأكد أكتر من مرة، لكن للأسف برضو في أصوات بتطلع بترجم مقالات غلط على الشاشة أحيانا، وبتقول أنه القطط والكلاب قد تكون ناقلة للفيروس. ولأن طبعا آخر ورقة بحثية في هذا الشأن من الصين كانت بتقول أنه بتعرض الحيوانات للفيروس حصل، أو بتعرض القطط تحديدا لفيروس كورونا، هي كونت جواها أجساد مضادة ضد الفيروس، فدي حاجة كويسة. جملة أجساد مضادة دي بتغير المقال لمسار تاني 180 درجة عن إن أنا أقول خلي بالكو دي اكتشفوا إن هي ناقلة لفيروس كورونا. لكن برضو كالعادة وزي ما احنا بنقول، ودي عادتنا في صباح الورد، وهي المصداقية والشفافية، وإن احنا كمان نرجع للمتخصصين.